أخبار اليوم. مؤتمر النهارده كان لنا لقاء مع الاستاذ الدكتور سامح شاهين، استاذ امراض القلب والاوعيه الدمويه بكليه طب عين شمس. برحب بيك في بوابه اخبار اليوم. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. بدايه دكتور، حابين حضرتك تدينا تعريف سريع كده، ايه هو مرض تجلط الدم او الجلطه، تعريفها ايه عامه؟ الحقيقه المؤتمر النهارده مؤتمر دولي، بمعنى ان هو بيتعمل في اكثر من مكان في العالم في نفس الوقت، بيتعمل في اوروبا، في امريكا، في الشرق الاوسط، في دبي وهكذا. المؤتمر ده الغرض منه شقين، اول حاجه تعليم طبي للاطباء، شباب الاطباء، بنتكلم عن الجلطات، والجزء الثاني الشق الثاني وده دور الاعلام طبعا في حاجه زي كده، هو التوعيه لعموم المواطنين بالجلطه ومسبباتها وكيفيه الوقايه وكيفيه الوصول للعلاج الصحيح. الشق الاولاني ده الحقيقه احنا شغالين فيه من الصبح، ده مؤتمر طبي بيجمع تخصصات كتيره جدا، كل التخصصات دي مهتمه بالجلطه، لان ممكن يحصل الجلطه دي في المخ، فكان عندنا اساتذه مخ واعصاب، ممكن تحصل في شرايين القلب، فكان عندنا دكاتره قلب، ممكن تحصل في الاوعيه الدمويه بتاعه الاطراف زي الرجلين مثلا، ممكن تحصل في شرايين الجهاز الهضمي. الجلطات الحقيقة هي سواء كانت حصلت في أي مكان في جسم الإنسان ومسبباتها واحدة. النهاردة تبادلنا الرأي في مسببات الجلطات، كان في أحد الزميلات الطبيبات بتتكلم عن تجلط الدم في السن الصغيرة، يعني بنتكلم على 20 سنة مثلا، سن سيدة أو فتاة بيجي لها تجلط الدم، ايه الاسباب وازاي الدكتور يبحث بتحاليل معينه عن الاسباب لحدوث زي مثلا التهاب الذئبه الحمراء، ده ممكن يكون مسبب من امراض او عيوب الدم الخلقيه اللي هي ممكن تسبب جلطات. بالنسبه للقلب، وده التخصص بتاعي، انا اتكلمت النهارده عن انتشار مرض الشريان التاجي في مصر، والحقيقة بينت بالأرقام أن احنا عندنا تقريبا معدل عالي جدا للوفيات بسبب أمراض القلب، يعني إذا كنا بنتكلم على 500 حالة وفاة كل سنة لكل 100,000 مواطن، افتكر الرقم ده، 500 وفاة لكل 100,000 مواطن في مصر. الحقيقة لو قارنا بأوروبا وأمريكا الرقم ده بينزل لـ100 فقط، 100 وفاة لكل 100,000 مواطن، يعني لكل 100,000 مواطن بيموت منهم، يعني احنا 5 أضعاف الرقم ده. ده معناه ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في امراض الشريان التاجي، معناه ان احنا مش مهتمين بالمرض ده وما بنعرفش نحمي نفسنا منه ولا نحمي المواطنين بتوعه. الاطباء عليهم دور كبير جدا، الاعلام عليه دور كبير جدا، مش عايزين نستنى لغاية ما المريض يجيله مرض الشريان التاجي، عايزين نتكلم عن الوقاية. الوقاية هنا الحقيقة افضل بكتير. مسببات امراض الشريان التاجي معروفه، لو انا سالت حضرتك وحضرتك عارفين احنا مسببات الشريان التاجي من ناحيه زياده الوزن، من ناحيه التدخين، قله الحركه، الاكل الدسم، طبعا السكر والضغط، دول من اهم المسببات. علينا بقى ان احنا نوعي الناس ازاي يبعدوا عن المسببات دي، ازاي نمنع الشباب من انهم ينخرطوا في موضوع التدخين، لان ان انا امنع الشاب الصغير وهو داخل الجامعه ان هو يبتدي يدخن، ده اسهل بكتير جدا من ان انا استنى لغايه ما يدخن وبعدين اقول له عايزك تبطل تدخين. التدخين مدمر للصحه، مسبب اساسي لامراض السرطان وامراض جلطات القلب وامراض شرايين المخ وشرايين القلب. وللاسف احنا بنشوف دلوقتي سن صغير جدا، أنا عرضت بحث عملناه في جامعة عين شمس، بنقول إن متوسط سن المريض المصري اللي بيجي له جلطة في القلب حوالي 51 سنة 52 سنة، بينما السن بره 10 سنين أكبر، يعني 62 سنة 63 سنة. شوفي إحنا قد إيه بنعجز بسرعة، شوفي إحنا قد إيه بنستهلك بسرعة نتيجة إن إحنا مش حريصين على حياتنا، بناكل أكل مليان دسم، ممكن ندخن بشراهة. عارفه نسبه التدخين في مصر قد ايه؟ احنا بنتكلم على في الشباب او في الرجال فوق سن ال 20 سنه بنتكلم على 48%، ودي من اعلى النسب في العالم وفي الشرق الاوسط، حتى لو قارنا نفسنا بالدول العربيه 48% من شبابنا بيدخنوا، ودي كارثه، ودي كارثه. احنا لازم نشتغل رغم الضرائب اللي بتفرض على
علب السجاير وعلى الشيشه والى اخره، ورغم الصور اللي بنحطها طبعا ده جهد مشكور، لكن محتاجين شغل اكتر من كده. محتاجين ان احنا ناخد بالنا قوي من حكايه السمنه. احنا عندنا اعلى نسبه سمنه ما بين السيدات في مصر، نسبه سمنه برضو وصلت لحوالي 45%، حتى اكتر من الدول العربيه. محتاجين ان احنا ناخد بالنا من الحكايه دي. السمنه بتعمل ضغط وبتعمل سكر، والحاجتين دول بيسببوا امراض الجلطه في الشرايين. فلو تشوفي حضرتك المجهود اللي احنا بنعمله ما بين شباب الاطباء عشان نوصل لهم المعلومات دي، محتاجين كمان الاعلام بقى ان احنا زي ما عملنا برنامج ناجح جدا للوقايه والعلاج من فيروس سي، نعمل حاجه كده بالنسبه للجلطات.